بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في الدور السابقة مجموعة تاع لي زانفورماسيون اللي كيتعلقوا به كيفاش نتعامل مع امبا زوطوني انطلاقا مود اسيستون. دابا غادي نشوفوا واحد لا بارتي افونسي اللي هي مهمة في هاد لا موديفيكاسيون في لا جو سوبريسيون. غادي ناجد فيها ديسكول داتا سورس ثم كونفيغاسيون لا سورس كتيتيزي بي ابخي لا طابل اللي قلناها بي سيليكسيوني كاع لي شون اكتيفي لا سوبريسيون ثم سويفون تيستي لا روكيت تيرميني سا مارش. غادي ناجوتو على الديتيلز فيو او لا ديتاي فيو. غادي نعطيكم سورس دو بوني اسكيول داتا سورس 1 اسكيول داتا سورس 1 بريسيزي واحد الكلاسيك مثلا بعد شفنا. ثم غادي ناكتيفي لانسيرسيون بعد شفنا. دابا غادي نشوفو كيفاش نموديفي على هاد لابارتي هادا لانسيرسيون او لا مثلا نديرو احسن نديرو نخليو جريد فيو حتى الدرس الجاي وغادي نشوفو نشوفها في ليكزومبل تاع لانسيرسيون. هنا غادي ناكتيفي بريسيزي ثم غادي ناكتيفي هاد لي شوز باش عندنا لا موديفيكاسيون سوبريسيون ثم سيرسيون. دابا هنا باغ ديفو كيعطينا هاد لي كولون بهاد الشكل هذا. اذا غادي نيكزيكوتي ثم كنلاحظو ان هاد لي زانفورماسيون كلهم مختارين سا ماش. انا مكنسيليكسيونش علاش خصني نخصص واحد تيزان ولا واحد ستايل باش يفون سيليكسيوني كيعطيو هاد التيب ولا هاد التيزان مختلف. دابا كيفاش انا نغير اولا كيفاش نكونفيكيرا ولا نبارامتر هاد اللي فوق هاد لي كولون هاد موديفي مثلا تبان بواحد الشكل وتبان عند هو باغ ديفو كيعطي الموكلي موديفي و باغ ديفو سوبريسيون كيعطي سوبريمي سيليكسيوني. بمعنى مثلا نفترضو في لوكان تاعنا نقاد سيت ويب بالفرونسي ولا نقادو بالونجلي ولا بالعربية مغاديش انا نبازي على موديفي سوبريمي. او لا مثلا كانت السيتي بالفرنسي مو بيش انا هاد الموكلي تاع موديفي بغيت ندير بمعنى بغيت بيرسوناليزي هاد الكون ف بيرسونال نمشيو لهنا ثم غادي نمشيو موديفي لي كولون. هنا عندنا لي كولون اول حاجه كاين لي كولون هادي اللي هما الاي دي ديجا شفنا بروبريتي تاع مثلا لي زانفورماسيون فوتر مثلا سميه كود ايماج هي راه الا بغينا نحطو ليماج. اذا كاع دوك لي زانفورماسيون تقريبا شفنا مري دون لي شوف الهيدر واش يبان الهيدر او لا لا صورت هنا قلنا صورت اكسبريشن بمعنى واش على حساب واش تخيا الى درت لو تخي اون فوا كليكي على هنا مثلا يتخيا على حساب الاي دي فيزيبل واش بين هاد الكولوم او لا. هنا داتا فيلد لو شون تاع فاز دوني يقدر واخا سميتو الاي دي داكشي ولكن كون كيجي من واحد لو شون اخر مثلا هو البخي هنا هاد لي بارامتر كاملين. هنا دات فورما سترينغ هنا في الحاله تاع الا كان دات عنده فورما سترينغ او لا كان لو شون دو تيب دات ممكن بارامتر. هادو ديجا قلنا شفناهم ماشي هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا. هادو تخي سامبل نفس البرانسيب اللي كاين هنا هو تاع بعض لي كولوم تيبان لنا. لوبجيكتيف اللي هنا هو او لا برانسيب هو نشوفو هاد كوموند فيلد او لا لي كولوم تاع لي كوموند. لاحظنا ان هنا بزاف تاع لي شوز كاين هنا. اول حاجه هو ان دابا باغ ديفوا تاني كتبه موديفي ممكن هاد لو تكست نبدلو انا اما فورما تاع ايماج او لو فورما تاع بوتون بهاد الشكل يكون مثلا ما باقيش يكون موديفي تكون واحد ليماج كيكليكي عليها وكتوقع لها موديفيكاسيون او لا واحد البوطون فيه موديفي كيكليكي عليه ولا في واحد لو تكست كيكليكي عليه وكتموديفي هاد او لا كيعطي لي فورمولا تاع الموديفيكاسيون. وباش نبريسيزي هاد لي تيب واش بوطون او لا ليان او لا ايماج كنسيليكسيونو من هنا لو تيب نتاع لو بوطون. حنا باغ ديفوا غادي نعطيو مثلا بوطون بهاد الشكل. هنا عندنا كانسيل ايماج اي ار ال هادشي في لوكان تاع لا بريسيزيت ايماج خصني نبريسيزي لو شومان تاع ايماج ولا بين بريسيزي لو شومان تاع ايماج خصني اجوتي هو الاول البروجي كليك دغوا اجوتي اليمون اكزيستون ثم نبريسيزي ايماج نحطها في شي ريبيرتوار او لا نحطها باغ ديف في دوسي او لا في اي بلاصه اللي غادي سيليكسيونها من هنا. وهادو هما ليكستونسيون اللي هما ديسبونيبل او لا ليكستونسيون ممكن اجوتي. هذا في لوكان تاع ايماج. هنا بالنسبه لكانسل تكست في لوكان تاع درت تكست هنا لاحظنا انولي هاد كانسل تكست انت كتبان فاش كنكليكي على موديفي كيعطي لي دو شوا اللي ديجا سبقنا اما كانسل او لا ميتراجو. الا درت ديك كانسل ديك انولي هي كانسل. انا ممكن نكتب مثلا في العربيه ولا مثلا ممكن ندير مثلا كلوز بهذا الشكل هذا مثلا. هنا ديليت ايماج في لوكان تاع ديليت عند قلنا هاد البارتي تاع لابارونس مسؤول على لابارونس تاع هاد لي ليمون كاملين بثلاثه في دقه. هنا انا ديليت ايماج في الحاله تاع لا كانت عندي شي ايماج ديليت مثلا ما بغيتوش انا افيشي ليها هاد لو مون سيبريمي بغيتو يعطي شي ايماج. هذا انا لو تكست مثلا نسمي حنا ديليت انا نسمي سيب بهذا الشكل هذا.
هنا ايديت ايماج نفس البرانسيب، هنا ما بدرش التكست. ثم هنا ايديت تكست موديفين، غادي نسمي هنا مثلا ايديت هنا بهذا الشكل هذا. كاين هنا الفوتر، يبقى نبريسيزي لها التكست تاع الفوتر. لا ميم شوز هنا الهيدر تاع ليماج، او لا لوليان تاع ليماج غادي تكون في وسط الهيدر هنايا، ثم لوليان اللي كان في وسط التكست، التكست تاع الهيدر مثلا اوبسيون مثلا بهذا الشكل. هنا هنا كانت شي ايماج انسرت ايماج اي غير هي الايماج اللي كتبان في الحاله تاع لوليان تاع الايماج اللي كيبان في الحاله تاع اجوتي. حنا قلنا دابا حنا علاش كان بارامتر، كان بارامتر هاد لي كونفيغاسيون لاحظنا انسرت اي ار بمعنى كان في حاله تاع تلاجو، بمعنى هادشي كله كنشوفو دابا راه ممكن نكررو بالنسبه للديتاز فيو، ممكن نكررو بالنسبه ل كاع دوك لي كونترول اللي ديجا شفناه. ثم انا انسرت التكست انسرت نكتبو مثلا اجوتي مثلا ايماج هنا درنا نيو، نيو بمعنى لو كان تاع نوفو، هاد نوفو لو كتبان لنا لتحت. اما بريسيزي لا ايماج او لا تكست، لا ميم شوز بالنسبه لنا لاحظنا سيليكت الى بين سيليكسيوني او لا ندير مثلا هنا سيليكسيون مثلا بهذا الشكل او لا سيليكت سيليكت. انا لا ميم شوز بالنسبه لابديت، انا لاحظنا ميتخرج هنا بيت نفاليدي لا موديفيكاسيون، كتب هنا مثلا سمي فاليدي ثم غادي نزيد اوكي. لاحظنا هنا كل شيء تحول البوطون بهذا الشكل هذا، وفي لو تكست لي بريسيزي تاعنا بهذاك الشكل هذا. ولاحظنا اوبسيونز تكتبات هنا في وسط هذا التكست نتاع هاد اوبسيونز، لاحظنا هذا اللي كتبناه. لاحظنا دابا ايديت عطاني ايماج، لاحظنا كلوز فاليدي، هذا انا لجدت هنا الكتابه باش نعرفوا انه راه كيتموزي فيها. لا ميم شوز انا مثلا سيليكت، انا باش نفهمو سيليكت مزيان غادي نبريسيزي بعض شي ميزون فور مثلا كلاسيك ولا هاتي كولور. لاحظنا دابا سيليكت كتب دابا هذا هو الخاصية تاع سيليكت، بمعنى كنبريسيزي واحد ليليمون بهذا الشكل هذا. سوب مثلا سوبريم، ثم ايديت ايديت تي مثلا وفاليدي سا مارش، كاع لي زانفورماسيون سا مارش. اذا هادو مجموعة ديال لي كونفيغوراسيون تاع لي كولون. لاحظنا ان حتى ممكن حتى ليماج نغير عليهم ليماج، مبقاش نافيشي هاد لو تكست بهذا الشكل هذا، ولكن ممكن بريسيزي نعطي دي زيماج على حسب الاختيار تاعي. لاحظنا هذا اوبسيون. ثم كذلك كاين عندي بعض لي زوبسيون مثلا، ف الى بغيت مثلا انا في البارتي نتاع واش ناكتيفي داك البوطون مثلا، بغيت انا الى ان فوا كليك على ايديت خصو اوبليغاتوار ايفاليدي، ما كاينش عندي داك الدوا تاع كانسيل. بغيت مثلا ان فوا كليك بمعنى بغيت نديزاكتيفي هاد الكوش او هاد لي ليان تاع سوبريمي، كاع هادشي كله كان بارامتر هنا في الكومبورتمون. هنا مثلا انسيرت فيزيبل ترو فوس ما تبانش البوتون كانسيل بيتون